نهنئ قناة الرافدين في الذكرى 13 لانطلاقتها، هذه الانطلاقة الميمونة التي تعتبر فخر الإعلام الوطني المقاوم المناهض الذي ينصف الشعوب وينحاز إلى قضايا الأمة، وبالتالي حقيقة عطاء كبير. لا زال هذا العطاء يعمل على إدارة محور الصراع مع الإعلام المعادي للأمة وللعراق، وقد نجحت نجاحا باهرا. والدليل اليوم نحن في الذكرى 13 نرى الالتفاف الكبير للجماهير العراقية بمختلف مكوناتها وأطيافها مع قناة الرافدين، وبالتالي التواصل الدؤوب، وكذلك حقيقة نحيي هذه الروح لإعلاميهم الذين يواكبون كل تطور في العراق في كل محافظاته. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق إدارة الرافدين والعاملين فيها لكل خير، وبالتالي أن تنهض وأن تكون حقيقة هي بادرة الأمل في إعادة الثقة والنهوض للشعب العراقي والأمة.